السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وأهلا وسهلا، وسعيد أن أنا ألتقي بيكم، متشرف بوجودكم معنا هنا. وجميل قوي أن احنا في العيد في يوم جميل زي ده، أن احنا نبقى مع الأسر، أسرنا، أسر أهل مصر اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا في المكان ده بالشكل ده، بفضل تضحيات شهدائنا اللي هم أبنائكم وأزواجكم وأبهاتكم. مش هننسى أبدا ده، وهنبقى دايما يعني مش أنا بس، لا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. اتفضلوا استريحوا.